السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة الفيجوال ستوديو بالعربي. أو في الفيديو هذا او في الدرس هذا حنتعرفوا او حنتعلموا كيف نستخدموا المصادر او الريسورسز في بيئة او اي دي اي الفيجوال ستوديو. اول شيء نقدر خلينا نتعرفوا على شنو هي الريسورسز او المصادر في البرنامج. الفكرة منها هي ان احنا ناخذ مجموعة من الصور، الفيديوهات او ممكن تكون مثلا تسجيلات صوتية، نخزنوهم في البرنامج نفسه، يعني يكونوا جزء من البرنامج. اكيد حيأثروا على حجم البرنامج بعدين، امتى نطلعوا منه نسخه التثبيت او السيت اب اللي حنعطاها للشخص، بس للشخص او العميل باش ينزلها عنده في الجهاز بتاعه. لكن الفكره منها انها هي تخلي ان الصور او الملفات او الريسورسز المصادر هذه تكون موجوده وجزء من البرنامج نفسه. خلونا نشوفوها حنتعرفوا عليها اكثر. نقدر نضيف مصادر بان احنا نمشوا ل المنيو او قائمه بروجكت، بعدين نختاروا اخر خيار، من ثم نختار خيار ريسورسز. ممكن هي عادة في البداية حتكون موجودة على الابليكيشن، حتمشوا او تختاروا بعدها ريسورسز. نضيفوا مصادر او ريسورسز من احنا نمشوا للخيار هذا، نضغطوا كليك يمين، بعدين كليك يسار اسف، بعدين كليك يسار على اد اكزيستنج فايل، بعدين نقدروا نمشوا للملف او المكان اللي احنا موجودين عنده، عندنا في صور. مثلا على سبيل المثال انجيل الملف هذا عندي في مجموعة من كونز او الصور، حنختار مثلا صورة معينة، دبل كليك وخلاص. حاليا الصورة هذه موجودة جزء من البرنامج نفسه. كيف نعرف ان هي موجودة في البرنامج نفسه؟ مثلا انا عندي شاشة نصمم فيها لبرنامج معين، الشاشة هذه حاب نحط فيها مثلا نجيل التول بوكس، الكومنت كنترولز، بعدين نختار مثلا البيكتشر بوكس او البيكتشر بوكس او الصندوق اللي نحطه فيه في الصور، نقدر نختاره، بعدين نجي من الايمج في البروبرتيز، امتى نجي عادة قبل في الطريقة العادية حنجيو لي لوكال ريسورس، حنديرو امبورت، حيفتح لنا الاكسبلورر وحنختار الصورة. في الحالة هذه انا مش محتاج انه نختار الصورة من جديد لان هي اوريدي موجودة في ريسورسز عندي، فنقدر نختار الخيار الثاني بدل لوكال ريسورس، نختار بروجكت ريسورس. يعني لوكال ريسورس هو جهازك والبروجكت ريسورس هو المصادر الموجودة في البروجكت او المشروع نفسه. فنقدر نضغط، نقدر نختار، نلقى عندي الخيارات موجودة هنا او الريسورسز اللي عندي، حنلقى واحد منهم اسم الملف اللي انا حاليا كيف ضفته، نختاره وحينعرض عندي. هذه هي ببساطة، حاولوا تمارسوها أكثر مع بعض. كل حد آسف حاولوا تمارسوها أكثر، يعني كل حد يحاول يمارسها ويحاول يجرب أكثر يلاقي يستخدم الريسورسز. وتقدروا تعلقوا أو تخلوا أي كومنت إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكثر، أو إذا مثلا جربتوا شيء معين وفعلا استفدتوا منها. إن شاء الله تكون فكرة الفيديو أو الدرس بسيطة وسهلة بالنسبة لكم، إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نتلاقوا في الفيديو أو الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.